السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت عندنا هذا ان فيديو غنهضروا هنايا على الديماراج ايطوال. عندنا واحد الموتور هنايا غنديماريو ديماراج ايطوال سامبل. ديماراج ايطوال غنديماريو ديماراج ديالنا ايطوال. عندي هذا الموتور، هذا موتور دالاندر، فيه دو فيتاس، فيه بتيت فيتاس وفيه غروند فيتاس. كاين البتيت فيتاس بواحد، كاين هذا الموتور هذا فيه جوج مواطر تقريبا. هذا موتور دالاندر، هذه هي ثلاثة لي بورنادوما بتيت فيتاس وثلاثة لي بورنادوما غروند فيتاس. كنخدمو هنا بالديماراج ايطوال تريونغل باش كنعطيو البتيت الفيتاس الصغيرة ومن بعد كنقلعو بالفيتاس الكبيرة الا بغينا فيتاس كبيرة. هاد الديماراج دي غروند فيتاس بتيت فيتاس ليطوال تريونغل كيكون الاغلبية في لي زيكستراكسيون فحال هادوما لي زيكستراكسيون، باش ملي تاني الا بغيتي تدخل الريح بزاف ولا بغيتي تخرج الريح بزاف لي زيكستراكسيون فحال هادو. هادو هما لي زيكستراكسيون ديزون فيماج، كيكونوا كيدخلوا الريح ولا كيخرجوا الريح. كيكون ديال ليرناف، كيدخل ولا كيخرج، كيدخل ليرناف ولا كيخرج ليرناف. هادو ديال ديزون فيماج لي زيكسترا. هادو هما كيكونوا فيهم هاد المواطر، هادو هما دالاندر. دابا كما قلنا هاد الموتور هذا كان عندي فيه واحد العطب وصلحته ودابا عاود منطيته من جديد. قلنا هاد الموتور هذا انا غنخدمو اليوم، غنخدمو غير ديماراج ايطوال. نجيو هنايا ان الصاد لي بورن هنايا كنعبروا البوبيناج ديالنا هو السليم، يعني واش خدام ولا محروق. هذا الفيديو هذا غنخصصوه وغنهضروا عليه، على كيفاش تعبر الموتور ديالك وكيفاش تقرا بلاك سينياليتيك ديال الموتور. كتكون هنا المعلومات ديال الموتور كيكونوا هنا. انا قريت المعلومات ديال الموتور هنا. هذا الموتور هذا صالح لك ديماريه ديماراج ايطوال ويمكن لك ديماريه ديماراج تريونغل. ما علينا، انا غنديماري هذا الموتور هذا ديماراج ايطوال. ديماراج ايطوال نورمالمون الا باغي ديماري ديماراج ايطوال كنجيو كنعطيو في في واحد اي واحد دبل في واحد، كنعطيو فاز الاولى هنا، فاز الثانيه هنا، فاز الثالثه هنا. وهادو ما كنشانتيهم بلي باريت بحال هادو، لي باريت بحال هادو كنشانتيو بهم، كنشانتيو عملوا كنشانتيو هاد ثلاثه لي بورن هادو ما كنشانتيهم مع بعضهم بواحد لي باريت بحال هادو. سمحوا لي هاد الفيديو غيجي مكبر شويه حيت هاد لي زيكستراكسيون هادي جات معذبه شويه هاد الموتور، وكنصور فواحد الموطا معذب شويه. كما قلنا كنشانتيو بهاد لي باريت هادوما، كنشانتيو بهم هنايا، كنشانتيو بين الفاز الاولى والثانيه والثالثه. واحد لي باريت كنشانتيو بها انا، هاد لي باريت اللي كنشانتيو بها انا في الديماراج ايطوال ما كيشانتيوش هنايا في البلاكابور ديال الموتور، كيشانتيو في لي كونتاكت في الكوفري. الكوفري ديالنا كنعملوا هاد لي باريط هادوما بالكونتاكتور، الكونتاكتور هو اللي كيعملنا هاد العمليه ديال الاطوال. انا هاد العمليه ديال الاطوال فعاود غنبقى انا مثلا نفتح على البلاكابور ونخدم تم، انا خليت الديماراج كيما هو، كنعطي تريفازي في واحد ثلاثه ديال لي بورن الاولين كنعطي فيهم تريفازي، وثلاثه ديال لي بورن الثانيين كنعطي فيهم تريفازي الثانيه. التريفازي ديالنا الاولى كنعطيها في ثلاثه ديال لي بورن، والتريفازي الثانيه كنجيبها ما كنعطيش فيها تروا فاز اخرين، كنجيبها للكوفري ديالي وهنا كنعمل انا الديماراج ايطوال. هنا ديك لي شانت اللي كاينه في بلاكابور هنايا، هاد لا شانت هادي اللي كنت نشانتي فيها في بلاكابور انا كنشانتي بها هنايا في الدومينو. تروا فاز ديالنا اللي رجعوا من تروا لي بورن اخرين شانتيت بهم. هاد الكابل هذا اللي راجع، هاد الكابل هذا راجع لي من البلاكابور ديال الموتور. جبنا تروا فاز، قلنا تروا فاز هما كتجي الاليمونطاسيون ديالنا، ها هي اليمونطاسيون ديالنا كتجي كتدخل في ليبورن، كتخرج من ليبورن هنايا، كتجي للديجنكتور موتور ديالنا. هذا واحد ديمارا سامبل عدلته انا، كتدخل في الديجنكتور موتور ديالنا. هو ديجنكتور موتور فيه تروا فاز، كيخرجوا تروا فاز، وديك تروا فاز اللي كيخرجوا كيدوزوا لنا على واحد ليبورن ديالنا هما الشمش. ما نعرفوش كيبان لكم هادشي واضح ولا ما كيبان لكم شي، من هنا غنوضح لكم. كما قلنا كتجي تريفازي ديالنا، كتدخل تروا فاز ديالنا، كتجي للديجنكتور موتور ديالنا، كتخرج من ديجنكتور موتور ديالنا، كنمشيو ليبور. ملي كنخرجو من ليبور كنجيو لواحد الكوميتاتور انا شرحته. هاهو هاد الكوميتاتور هذا به كنديماريو الموتور ديالنا، كنديماريو اونطفيو الموتور ديالنا. هاد هاد الكوميتاتور هذا تريفازي، كتدخلو تريفازي، كتدخلو تريفازي دتيت فيتاس وتريفازي دكروند فيتاس، وكتخرج منو التريفازي بتيت فيتاس وتريفازي الكروند فيتاس. كيدخل السد ليفيل، السد ديال الكابليات
ثلاثه د بتيت فيتس وثلاثه د الكروند فيتس وكيخرجوا عاود سته كيخرجوا سته ثلاثه ديال بتيت فيتس وثلاثه ديال الكروند فيتس. كما قلنا الكوميتاتور ديالنا هذا كيدخلوا له دوفيل فيها كيدخلوا الكابل الاولي فيه طروافيل طروافيل بتيت فيتس والكابل الثاني فيه طروافيل عاود الكروند فيتس وكيخرجوا كما العاده كيخرجوا ثلاثه بتيت فيتس وثلاثه الكروند فيتس. ومني كيخرجوا لنا ثلاثه الكروند فيتس بتيت فيتس فين كيمشيو لنا الموتور كيمشيو لنا الموتور ديالنا. من لهنا قلنا كيجيو لي بورن من لي بورن ديالنا كيجيو لنا الكوميتاتور من الكوميتاتور كيخرجوا الكوميتاتور هذا تري فازي. مني كيخرجوا من الكوميتاتور البتيت في من الكوميتاتور ديالنا كنمشي للبلاكابور تروافاز وعاود من الكوميتاتور هذا نيت كتخرج تروافاز اخرى كنمشي للبلاكابور. هاد التريفاز اللي كتخرج لنا من الكوميتاتور ديالنا هي هادي هاي التريفازي البتيت فيتاس هي هادي وتريفازي الكروند فيتاس هي هادي. كيخرجوا لنا ساد ليفي تروافاز ديال البوبينه الاولى وتروافاز ديال البوبينه الثانيه وهاد التروافاز هادي اللي راجعه من هنا هي اللي انا كنرجعها. ملي كترجع من هنا كنعمل بها البوكل. ها هو البوكل اللي كنت نعمل انا في بلاكابور عملته هنايا. دابا رجعت التريفازي ديالنا كدوز من هنا ها هي التروافاز ها هما داخلين هنايا تروا ديفين باش يبان لكم الفيديو مزيان. ها هما التروافين سي واحد التروافيز باش نوضح لكم كثر نحاول نوضح لكم كثر. ها هما داخلين التروافيل ديالنا عندنا الفاز الاولى والفاز الثانيه والفاز الثالثه ها هما باللون الاحمر كيخرجوا من لي بورن هادو هما غالي بورن وكيمشيو لنا ديريكتومون كيمشيو لنا الديجانكتور موتور. من خرجه الديجانكتور موتور كيمشيو لنا من خرجه الديجانكتور موتور كيرجعوا لي بورن ديال واحد البتيت كيرجعوا لديك لي بورن. ملي كيرجعوا لنا لي بورن من لي بورن كيمشيو للكوميتاتور الكوميتاتور هو اللي كيتحكم لنا في ديماراج الموتور واش نديماري ولا نطفيوه هو اللي كيعطي لنا الضو الموتور. مني كنجيو للكوميتاتور ديالنا هذا اللي هنايا كيدخلوا له دوفيل اللي ها هي دخلت له تري فازي وتري فازي هذه اللي كتدخل له. كنجيو لخرجه الكوميتاتور كنمشيو للموتور ديريس كنمشيو للتروفاز ديالنا للموتور. مني كندخلوا في بلاكابور ديال الموتور ديالنا كندخلوا فاز الاولى فاز الثانيه وهاد لاشانت اللي كنعملوا الايطوال هنايا انا عملتها في الطابلو هاي ولكن في الديماراج ايطوال تريونغل راه نشرح لكم الديماراج ايطوال تريونغل. هاد لاشانت هادي اللي عملنا بلي هنا بلي الدومينو هادي كتعدى في الكونتاكتور هنايا كيتشانت كيكون ديماراج ايطوال تريونغل. دابا هنا غادي ديماراج ايطوال سامبل ما كاينش تريونغل كاين غير ايطوال. انا غنديماري موتور ديالي واتشوف غنطلع كوميتاتور ديالي ها هو طالع غنجي نعمل ستارت ها الموتور ديالي خدام موتور خدام في السونس كيدور العكس ديال الساعه العكس العقارب الساعه حيت هذا الموتور هذا كيدخل لي واحد الرناف كيدخل واحد الريح ماشي كيخرج. ولكن الا بغيتي هذا الموتور هذا يخرج اتقلب له فاز هنا اتقلب غير فاز هنا يتقلب فاز هنا ولا هنا فين ما بغيتي يتقلب فاز هنا ولا هنا ولا في الموتور في بلاكابورد الموتور كتقلب واحد الفرس كيرجع كيدور لك الموتور في اتجاه الساعه كيرجع كيخرج. دابا نطفي الموتور ديالي انا هنا دابا قلنا كيدخل العكس العقارب الساعه ولكن الا بغيتي يخرج غيكون كيدور في العقارب الساعة هايدا كيدور بهاد الطريقة هادي كيكون كيدور بهاد الطريقة هاي كيكون كيدخل كيخرج الريح ولكن إلا كان كيدور العكس العقارب الساعة كيكون كيدخل الريح كيكون عنده واحد الفلتر هنايا راكب باش ديك الريح اللي كيدخل الريح نقي ما كيدخلش الريح موسخ. هذا ما عندوش فلتر باقي عاد نركب له الفلتر ديالو هذا بلا فلتر. كما قلنا الخوت هذا الديماراج إطوال سامبل هذا الديماراج إطوال ديماراج تريونجل ديماراج ايطوال تريون كيتعدى بلي كونتاك. انا غنشرح لكم الشيما ديالو وغنخدم معكم واحد ديماراج ايطوال تريون على الموتور مباشره. هذا ديماراج ايطوال سام وهذا الموتور هذا موتور دالندر. هذا الموتور هذا فيه جوج مواطر فيه موتور بتيت فيتاس وموتور غروند فيتاس فيه دو فيتاس. هذا الموتور هذا فيه واحد البوبينه صغيره وواحد البوبينه كبيره كيخدم الكروند فيتاس والبتيت فيتاس. انا خدمته هاد الموتور هذا دالندر خدمته ايطوال. دابا عندي خدام ايطوال على ما نخدم ديماراج ايطوال تريونغل هنا خصني نعاود هاد الشيما هادي ونعاود لي كونتاك هادو هما حيت هاد الكوفري هذا ديزون فيماج هذا الكوموند ديالو كتحكم فيه واحد الكارطة داك الكارطة تحرقت باغي نرجعو انا ميكانيك دابا مانيال مابقاش تحكم فيه ديك الكارطة حيت تحرقت ديك الكارطة هاديك غنرجعو مانيال.
كما قلنا الخوت الفيديو سهل والديماراج سهل، يعني اي واحد يقدر يعمل الديماراج هذا، ديماراج ايطوال سامبل، كوميتاتور، ديجنكتور موتور، لي بورن ديالنا، بلاكابور كتشان، قلنا البلاكابور ما كتشانتيش فيها، كتشانتي بالدومينو كترجع، ويلا بغيتي تشانتي في بلاكابور كتعطي 3 فاز في ال في واحد وفي واحد ودبل في واحد ودبل في جوج واي جوج وفي جوج، كتشانتيهم بلاباريت ديالك، كتعمل واحد لاباريت كتشانتي بها. بغيتي تشانتي في لابلاكابور انت كتعرف، بغيتي تشانتي في الطابلو انت كتعرف، مهم هي يكونوا عندك مشانتين ايطوال باش الموتور ديالك يخدم لك، حيت هذا الموتور هذا كل جوج بوبينات كيطلبوا 380 وبوبينه واحده عاود كتحمل 380 فولت، يعني ماشي بحال الترايونغ تقدر تعطي مثلا بوبينه كتكون كاع بوبينه واحده كتحمل 220 وانت عطيتيها 380 غتقدر تحرق الموتور ديالك. اذا كان موتور كيقول لك خصو ديماري الترايونغ بوبينه 220، حيت واحد بوبينه كتستحمل 220 وجيتي انت وعطيتي البوبينه عطيتي لها ايطوال، يعني جوج بوبينات كيتحملوا 380 غتحرق موتور. هذا الدرس هذا انا غنشرح كيفاش تبرونشي ايطوال، فوقاش تعمل ايطوال وفوقاش تعمل تريونغل. الدرس غنشرحو البلاكابور ديال الموتور، غنشرحو بلاك سينياليتيك ديال الموتور. المهم هذا الديماراج اللي شرحنا اليوم، ديماراج سامبل ايطوال، عندي كوميتاتور كتقرا البلاكابور ديال الموتور، ايوا كتقرا البلاك سينياليتيك ديال الموتور ديالك، وكتشوف هذا الموتور هذا واش يصلح له يخدم ايطوال، وكتعمل ديماراج ديالك ايطوال سامبل. والديماراج ايطوال سهل، ها هو خدام دابا، ها هو خدام، هذا ديماراج ايطوال، الموتور ديالنا خدام، كتحكم فيه بالكوميتاتور ديالك هنا، بغيتي تشعلو كتشعلو، بغيتي تطفيه كتطفيه، كتحكم به هاد الكوميتاتور هذا ديالك. وهاد الكوميتاتور هذا تري فازي، هذا انا شرحت كيفاش كيتخدم هاد الكوميتاتور، راه رجع الفيديوهات السابقين عندي فيه هاد الكوميتاتور البرونشما ديالو كيفاش كيتبرونشما. ايوا الخوت هنا كيكون سهل الفيديو ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الخوت استناو الفيديو القادم اللي ماجي ان شاء الله، وغنشرحو ديماراج ديال ايطوال تريونغ، وغنشرحو فوقاش تعمل ايطوال وفوقاش تعمل تريونغ، وكيفاش ديماري الموتور تري فازي ترجعو مونو فازي تخدم به مونو فازي، وغنشرحو البلاك سينيالتيك ديال الموتور، وغنشرحو بزاف ديال الحوايج، وكيكون هنا تقاضى الفيديو ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.